الاهلي بيخسر من الوداد 2-0 في مباراة الحسنة الوحيدة اللي كانت فيها انها خلصت قبل الفجر، عشان نفضل محافظين على صيامنا وما نفطرش واحنا لسه في بداية اليوم. دخل الاهلي ماتش الوداد بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1 في حراسة المرمى شريف اكرامي، 4 في خط الدفاع، احمد حجازي وسعد سمير في القلب، على يمينهم احمد فتحي وعلى شمالهم علي معلول، 2 في وسط الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه وليد سليمان وعلى شماله مؤمن زكريا، تحت مهاجم وحيد جونيور اجاي. كنت فاكر ان كوبر لوحده هو اللي كل الفته، طلع البدر كان معزوم معاه على نفس طبق الفته وكله طلع علينا في ماتش تونس والوداد. ماتش الاهلي والوداد تحس انه امتداد لماتش مصر وتونس، مع تغيير في اسماء بعض اللعيبه اللي في الملعب ما عملوش اي حاجه. كل الفرق والمنتخبات الكبيره بيكون عندهم الشكل والاسلوب اللي بيميزهم عن غيرهم. الاهلي طول عمره فريق هجومي وبيلعب على الفوز ايا كان هو بيلعب مين، لان اسم الاهلي لوحده يخوف وبيتعمل له الف حساب. الاهلي ما بيعرفش يلعب بطريقه دفاعيه بحته، وتعود ان هو اللي يهاجم وباقي الفرق هي اللي بتقفل دفاعاتها قدامه، وحتى في الاوقات اللي ما بيهاجمش فيها بيكون هو اللي ماسك الكوره وبيتحكم في رتم الماتش. فريق الوداد كان غايب عنهم 4 أو 5 لعيبه اساسيين، وبالرغم من كده ما حسيناش بالغيابات وما لاحظناش اي فرق بين اللعيبه الغايبه واللعيبه اللي لعبت الماتش. احنا بقى عندنا لاعب اسمه عبد الله السعيد، المدير الفني كابتن حسام البدري بقاله سنه مش عارف يلاقي له بديل، ولا حتى عارف يغير طريقه اللعب عشان يستغنى عن المركز اللي هو بيلعب فيه. ووصلنا لدرجة ان اللاعب بقى منتهي فنيا وبدنيا ومش عارف يساعد نفسه ولا قادر يفيد الفريق، وبالرغم من كده بيلعب كل الماتشات ومش قادرين نريحه. عملنا شوط اول نموذج لاي فريق بيلعب بره ارضه. الاهلي من اول دقيقة عمل ضغط عالي على لاعيبة الوداد وصعب عليهم الخروج بالكرة من نص ملعبهم، فكانوا بيضطروا انهم يلعبوا الكرة العالية اللي ملهاش صاحب. ضغط الاهلي القوي والجماعي والوقوف صح في نص الملعب خلاهم يمرروا غلط وهجماتهم ما بتكملش. الاهلي كان عامل تنظيم دفاعي صعب انك تخترقه، الفريق كله بيتحرك كوحده واحده، ولما الهجمه كانت بتروح ناحيه اليمين او الشمال كانت اللعيبه كلها بتميل مع بعضها في اتجاه الكوره، وعشان كده ما قدروش يوصلوا لاكرامي طول الشوط الاول. اللي فات واللي قلناه كله جميل، بس السؤال المهم، هنفضل لحد امتى مستحملين الحصار اللي عامله لعيبه الوداد علينا، واللي بمجرد ما يجي جول كل اللي احنا عاملينه ده هيفك؟ اكبر مشكله كانت عند الاهلي في ماتش الوداد هي ان الكره طول الوقت مش معانا، وكنا محتاجين اننا نمسك الكره عشان نحسسهم اننا واقفين على رجلنا في الملعب وما نخليهمش يركبوا الماتش بالحماس اللي واخدينه من الجماهير. شيء متوقع ان الوداد ينزل الشوط الثاني مندفع هجوميا، لان ترتيبه في المجموعه يخليه ما عندوش حل غير الفوز، وضيف لكده ان ادائنا في الشوط الاول كفيل انه يعرف الوداد اننا جايين نلعب على التعادل ومش عاوزين نهاجم ولا نحط جوال. الوداد كان بيعتمد على فابرس أنداما كمحطة هجومية، وكان بيلعب له كل الكرات العالية لأنه بيعرف يحط جسمه كويس قدام الكرة، ومن كرة عالية في بداية الشوط الثاني قدر يحط حجازي في ظهره وحط الكرة من فوق إكرامي، وبكده يكون بدأ السيناريو اللي احنا مش عاملين حسابه. هل تعلم ان الأهلي ما شاطش أي كرة بين الثلاث خشبات طول ال 90 دقيقة والوقت بدل الضيع؟ طب سيبك من دي. طب هل تعلم ان أول عرضية للأهلي كانت بعد نص ساعة من بداية الماتش؟ طب ولو قلتلك ان فريق بحجم الاهلي ما عملش الا هجمتين طول الماتش، اكيد عرفت دلوقتي كم البؤس اللي احنا كنا فيه في ماتش الوداد. يا كابتن حسام عبد الله السعيد بيلعب وحش، قام مطلع وليد ونزل صالح جمعه. يا كابتن بقولك السعيد مش ظاهر في الملعب، قام مخرج السوليه ودخل عمرو جمال. بقولك يا كابتن السعيد هو اللي مستواه قليل وانت خرجت كل الناس وسبته هو، قام مطلع مؤمن ونزل ندفد. يا اخي ده لو عبد الله السعيد وندفد دول ولاد اختك مش هتعمل معاهم كده. تغيير السولية ونزول عمرو جمال ده تغيير اقل حاجة تتقال عليه انه تغيير فشيخ بمناسبة ان العيد قرب. اي حد كان بيتفرج على الماتش او حتى كان بيسمعه في الراديو كان شايف ان مشكلتنا هي اننا نوصل بالكورة للتلت الهجومي، تقوم انت تطلع لاعب نص ملعب وتنزل مهاجم، ده على اساس ان اجاي ما كانش ملاحق على السرهات اللي كانت بتجيله. وطبعا بعد خروج السولية نص الملعب فضي على حسام عاشور وبقى يواجه لوحده سرعات وتحركات لعيبة الوداد. سيبك انت بقى من كل اللي قلناه ده وخد التقيلة. كابتن حسام البدري كان مدي تعليمات بعد خروج السولية ان السعيد يلعب جنب عاشور. ازاي لاعب مش قادر يجري وهو الكرة معاه مستني منه انه يضغط ويقطع كرة ويدافع، لما هو الحاجة اللي بيعرف يعملها مش قادر يعملها تقوم تطلب منه حاجات تانية؟ انك تقرر تدافع ده اختيارك ومحدش يقدر يلومك عليه،
لكن الكلام ده لما تحقق النتيجة اللي انت عايزها من الدفاع. لكن انك تقرر تلعب بطريقة الناس ما بتحبش تشوف الاهلي بيها وفي الاخر ولا تحقق نتيجة ايجابية ولا تقدم اداء يمتع الجمهور، يبقى لازم نتكلم عشان تفوق وتفوق اللعيبة قبل فوات الاوان، وقبل ما نلاقي نفسنا فريق افتكر نفسه الافضل لانه بيفوز على كل الفرق المحلية، مع ان الفرق بين بطولاتك وبطولاتهم وانجازاتك وانجازاتهم زي الفرق بين شرم الشيخ وكفر الشيخ، فما ينفعش تقارن نفسك بيهم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير في الخير، ولو عندك اي تعليق او كوميك سيبه على هاشتاج الكرة مع زدان وهينزل معنا الحلقة الجاية. اشوفكوا على خير.